48 ساعة الأخيرة توت سويت. بوكس نيوز. أحمد شفتر عضو الحملة التفسيرية لمشروع الرئيس قيس سعيد كان حاضر على موزايك مع حمزة البلومي. هذا هو رفيق أحمد شفتر اللي كان حاضر في موزايك وحكى على برشا حاجات يمكن خليت التوينسا يتفعلوا. خلينا نسمعوا أش قال. نحن منذ البداية قلنا أنه نسون با ديفون أن شيمان بري إتابلي. نحن نخوضوا في تجربة جديدة في تاريخ الإنسانية. يعني ما عندناش تجارب مماثلة كما هي باش ننقلوها. قلنا هذه بلاد. هذه ما فيهاش طبقات متشكلة بذاتها وتمثل قوة. وما فيهاش أحزاب سياسية. بالدور اللي كانت تلعب فيه الأدوار التاريخية للأحزاب السياسية. في جزء كبير منها تحول إلى عصابات. إلى مؤسسات سياسية. فيها مجموعة من القوى الاجتماعية اللي موقعها من داخل في علاقة بالمنظومة يختلف. كيف البحث عن المشترك في الوعي الجماعي للتوانسة اللي بيه باش نمشي البلاد إلى حالة التحرر الوطني. إذن نحن نبدع لتونس وللشعوب الأخرى في العالم مسلكا جديدا لطريق التحرر ما بعد العولمة. واضح، شكرا جزيلا. إن شاء الله تكون الصورة واضحة عندكم أنتو. صورة واضحة حمزة خاطري ظاهرة مش واضحة مش واضحة جملة إن شاء الله تكون صورة واضحة عندكم. نحن نبدع مسلكا جديدا لبقية دول العالم لما بعد العولمة. هذاش قال هو نورمال يفسر عقدها علينا الحكاية. نسمع الرئيس هذا شنو قال بربي ونرجو نعلقوا الرئيس قدام مدام نجلة بودن رئيسة الحكومة توت سويت. إن شاء الله البرلمان القادم لتونس في أسرع الأوقات سيكون ممثلا للإرادة الشعبية ويكون النواب الممثلون داخل قصر باردو التي تحدث عنه محمد بيرم الخامس في غريبة. قال رأى في المنام برلمانا في باردو، كان ذلك في سنة 37 أعتقد، يتحدث عن برلمانا في باردو وتحدث عن في المنام، قال رأيت في المنام ولكن أيقظه بائع الفطائر على الساعة 6 صباحا. قال كنت أتمنى أن يتواصل هذا الحلم ولكن الحمد لله تحقق حلم بيرم التونسي وتحقق حلم هؤلاء الشهداء الأبرار وستتحقق إن شاء الله أحلام الشعب التونسي كله. وحسب ما فهمنا من كلام الرئيس أنه اليوم قاعد يخدم من أجل إرساء برلمان تونسي وطني يقطع مع الماضي، هذا حسب تفسير الحلمة اللي حلمها بيرم التونسي وين قال شاف البرلمان في باردو وأيقظه بائع الفطائر على الساعة 6 مساء. كلام أثار جدل كبير بين المؤيد وبين المعارض بين اللي قال برافو قيس سعيد واصل نحن معك. وفهم اللي ما فهم حتى شيء رفيق وقال الرئيس فاش قاعد يحكي. بين اللي يحكي على البيرم التونسي وبين اللي يحكي على بيع الفطائر اللي قيمه 6 متاع السباح وبين اللي يحكي على نبدع مسلك جديدا لدول العالم، قالك نحكيه في تجربة ما فيهاش تجربة مماثلة باش نقيسوا عليها، سنكون احنا القاطرة اللي باش تقود العالم ومسلك جديدا لما بعد العولمة. مع العلم انه الفقوس 8500 فلفل ب 8000 8000 7800 7500 التفاح تفاح اليوم تاعنا ما يتقراش ما يتقربش معناها تكفر لازمك تتوب لربي بعد تشري تقول يا ربي راني كفرت كيما اللي يعرف فيه محمد رمضان فكاك لي بيتو وجو هذاك احنا نسميو نعملوا فيك نشريو ولا التفاح. اين نحن محمود البارودي وبربي وبكل امانه عادي هالخطاب هذا وقته اليوم معناها نجم يكون عندنا خطاب ابار على الفلفل والطماطم والفرينه والسميد والخدمه والعمل والانتاج والضغط والفلوس والدعم والفتره الصعيبه واليد في اليد ابار هذا نجم نحكيه على هذا معناه نجم نسمعوه معناه شيء ذي الحقيقه ما نحكي بربي نحكي لك عليه دقيقه ومن بعد نتعدى. انا مره سمعت طرفه كان جلال بن بريك يذكره بالخير وطاهر بالحسين عندهم برنامج تفكر في الحوار التونسي هذاك توفيق بن بريك وطاهر بالحسين عاد يمشيوا قبل البرنامج نهار يعملوا قهوه مش ما نقولش حاجه اخرى يعملوا قهوه بعد يمشيوا لك الحلقه باهي يسمع ويمشيوا يقدموا البرنامج نهار جاء طاهر بالحسين قال لتوفيق بن بريك يا توفيق نمشيوا الحلقه خزر له توفيق قال له قلقت انا منها ما عادش نحب نمشي يودي يا اخي نمشيوا نقدموا البرنامج عندنا برنامج في الحوار قال له قلقت وانا كيف قلقت الحقيقه دفعت وبعد كي نسمع كلام كيما هذا والله قلقت في الدفاع ما عادش انسحبت بالحقيقه تو احنا شعب يجربوا فيه ما تخوش موقف محمود وانت
تشنج راه تندم عليه بعد ما عرفتش مترجع ليه اما تو على هذا على هذا خلينا على هذا سيريو سيريو على هذا تو هذا معناتها السيد هذا شكون هو سي احمد شفتر ينجم يكون مفكر عظيم ولكن لانه احنا عندنا شعب نجربوا عليه اليوم شعب ماهوش لاقي باش ياكل وهو نحكي له على العولمه وما بعد العولمه انت حتى لونتي مونديزاسيون هذوما كيما ميلونشون راهو الطرح نتاعهم متغير وراهو ولاو يمشيو للمواطن في حد ذاته شنو باش ياكل وشنو باش يشرب احنا مزلنا في مواطن اللي يمشي له مع احترامي وانا منهم احنا مواطن ما عرفش يشد الصف احنا مواطن انا ومواطن اللي معامل عليه باش يغير يا ودي كان بورقيبه مشى بالمخ نتاع الناس توا اليوم اللي تحكم فينا رانا في كارثه رانا في هاويه اذا كان انت ما تكونش قاتل لوكوموتيف وانت تطرح على المواطنين نتاعك هاو الاصلاح هاو باش نعملوا احنا شعب سيقود الاصلاح احنا شعب 8000% يحب الرشوة 8000% يحب الفساد 8000% الموك دو سيفيزم النسب نتاع العباد اللي ما تشدش الصف نتاع الاجرام نتاع البركاجات نتاع كل شيء كل شيء كل شيء فينا خايب وانا اولهم احنا نكون قاتله لاصلاح الواحد مع الاسف رفيق ولا نكون قاتله للعالم ليه قاتله ما نستبلوش ليه وجربوا احنا مازلنا نجربوا في تويسه والتاريخ معناه ماهوش باش يسامحنا معناها راهو شنو نستبلوا في العبيد ومن بعد باش تعملوا فينا شنو باش نكونوا قاتله نبدلوا العالم معناه سي احمد شفتر هكا اسمه هو باش يبدل المانيا ان شاء الله وكوريا واليابان وامريكا هو باش يبدلها من هنا يقولوا لهم كيفاش يخموا معناتها يقولوا لهم كيفاش يخموا احنا مشكله في تونس اغزر الخطاب الرئيس الغريب انه العبيد الخطاب عجبهم ليه سامحني واصل واحنا معاك راه ما عادش تسمع اليوم شكون يقول يسمع الخطاب هذا دق عليه الفطايري 6 بتاع الصباح ويقول له قص على الحلم على بيرم التوسي اللي يقول واصل واحنا معاك ويسمع في الكلام هذا سامحني يا مهبول يمشي يشد منوبه معناتها ويبعدوه على الشان العام فما مشكل اليوم يتطرح انه اليوم التونسي ما عادش عنده باش ياكل هبطوا للاسواق يا تونسي على شكون معناها اللي يقول موافق معناها اللي يقول موافق ايه خاطر الرئيس يعمل في لعبه سياسيه الرئيس ماشي فك الخطابات الرنانه نتاعو الكل وعارف ايش قاعد التونسي اللي قاعد التونسي اللي تبى تقعد بيت فيه هذا كله ثقه في نزاهه الرئيس واحنا واثقين فيه احنا نحبوه الرئيس اما ممكن كي راهو يعمل حاجه كيما هكا لكل مقام ما عادش وقته الكلام هذا راهو كيلو الفلفل نحكي مع خبار والله العظيم البارح قال لي نبيع في الفلفل ب 3500 ب 4000 5000 ما نعرفش شاريه من المارشي سنترال ب 6500 ينا با لو شوا قال لي انا كي حطيت السوم 7500 جاو خطاوني جاو خطاوه خطاوه طيب طيحت السوم قال لي باش نشد لي كليون اللي يجي يشري كل كيلو فلفل معه طماطم معه بطاطا معه الغله دونك نبيع به نبيع به الفلفل قال لي ضرب فيه في المارشي سنترال برا شوف قال لي احكي لهم قولي على عوين المراقبه الاقتصاديه ما احترامنا للقله للنسبه اللي ولكن فما نسبه محترمه قاعده تاخذ في رشوه قاعده تعدي في شيء ما يتعداش اهبطوا الغادي اهبطوا للصنادق اللي تتعدى الكيلو على 10000 ويفكتره له ب 3000 وبالسيف يزم يقيد ويصح عليه الخضار ويهز سينو ما يخش الخضره نتاعو هبطوا غادي المراقبه الاقتصاديه خاطر غادي اصل المشكل الى جانب مشاكل اخرين الى جانب انا ما ننجوش الى جانب الى جانب دونك الوقت لا يتحمل يا سيد احمد شفتر باش تحكي لنا على تونس والعالم اللي باش تبدل من تونس وسيد الرئيس باش نحكيو على الفتايري اللي قايم 6 نتاع الصباح هاي ماش عندي وقت زياد 10 سياده الرئيس معناتها مش لا 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 10 خاطر الرئيس باش يقتلهم المعارضين بالواحد بالواحد والمنشطين بالواحد بالواحد منهم انت وليس الغربي وكميدي شو باش يقتلكم عرق بالعرق والشعب 7000 و8000 يرى الفلفل والفقوس يطلع يرى الرئيس يقولوا بيرم حلم الشعب باش يقتلهم باش يقعد يحكم وحده في كارتاج يدور وحده وكل والله بالحق تبهت رفيق والله ان شاء الله يدخل ان شاء الله الرئيس من بعد الكارير العظيمه اللي عملها في البوليتيك النهار اللي يحب يبطل من البوليتيك يدخل المسرح نعود بعد الفاصل نعود بعد الاخبار بعد الاخبار نكملوا الاخبار مع سندريلا بعد الاخبار كويزيدين بعد الاخبار 300 دينار كاش من مصرف الزيتونه وقعدوا معنا اللي يحب يبدل السمارت فون نتاعو يا اخو اخر ما مع اخر ما فما اليوم من الموديل سامسونج الاخير مصرف الزيتونه تعطيك الفرصه باش تبدل تليفونك وتاخذ اخر ما صدر في عالم السمارت فون من عند سامسونج التفاصيل كيفاش وقتاش وبقداش بعد الاخبار خليكم معنا راجعين تسمعوا راف ماكس